شكا أهالي مناطق شرق معقوبة الإهمال الحكومية الواضح لمناطقهم في أنواع الخدمات كافة وانعدام مقومات الحياة والعيش بعزة عن باقي المناطق مع أول زخات المطر التي أجبرتهم على الاعتكاف بدورهم مكتوفي الأيادي. الناس تعاني من نقص المجاري، نقص خدمات المجاري بهاي المنطقة. المنطقة تحتاج مجاري، تحتاج تأهيل الشبكة الكهرباء اللي موجودة. المنطقة تحتاج يعني خدمات بلدية، تحتاج خدمات يعني شوارع. أساساً هاي الخدمات اللي ذكرت لك إياها كليتها ما موجودة، وكليتها يعني دنعان معدها، وبالتالي هاي المنطقة يعني أصبحت منطقة لا تصلح للسكن ولا تصلح للعيش. جاري ماكو، تبليط ماكو، الأطفال سيانين، فما حتى الطفل لما يروح للمدرسة يتأذى. يعني خدمات أبد ماكو بالمنطقة، ومنطقة مثل ما يقولون بنات قديم صار أكثر من 20 سنة، وأي خدمات ما بيها ولا الإعمار والبناء والهذي ما أبد ما شملها نهائيا. من جانبها أكدت إدارة قضاء معقوبة إن مناطق شرق معقوبة هي مناطق منكوبة ومظلومة من قبل الإدارات السابقة للمحافظة، هو عدم إنصافهم بأي مشروع خدمي. مناطق القاطون ومعقوبة هي مناطق منكوبة ومظلومة. الحقيقة الإدارات المتعاقبة للمحافظة لم تولي أي اهتمام بهذه المناطق ولم يعطى أي مشروع بحجة أن هناك مشروع مركزي وخاص بالمجاري، وبالنتيجة لم تنفذه وزارة البلديات. الآن معاناة تفاقمت والحالة يرثى لها. نطالب مجلس النواب وإدارة المحافظة بتخصيص مبلغ خاص لهذه المناطق لإنقاذها بشكل عاجل. سوء الخدمات أصبح نقطة تشترك فيها جميع قرى ومناطق المحافظة في ظل توقف أغلب المشاريع الخدمية وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة من دون أي مؤشرات إيجابية في الأمد القريب. من محافظة ديالى حسن شمل، التغيير الفضائية.